افترش الأرض وجلس مرابطا أمام باب الأصباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، لا لسبب سوى أنه كان يقرأ القرآن الكريم، فلم يرق لهؤلاء الجنود الذين أخرجوه ومنعوه من الدخول بعدما قطع مئات الكيلومترات قادما من داخل الخط الأخضر لأداء الصلاة. يوم كنت من واحد متواجدين في الأقصى وجيت قرأت قرآن، وكان في فترة قرأتي القرآن جاء دخلوا اليهود أنهم المستوطنين، وبعد ما خلصوا وطلعوا جاء الشرطي واخذني زي ما سمعت كيف كان بيغلط علي، يعني على اني بس اني قريت القران، ممنوع تقرا القران. فالحين قال لي انت يلا مره ممنوع تدخل على المسجد الاقصى. ما يقارب 200 مستوطن اقتحموا المسجد الاقصى من جهه باب المغاربه وسط حراسه مشدده، حيث تمنح سلطات الاحتلال فترتين صباحيه وما بعد الظهر لتنظيم اقتحامات المستوطنين التي سجلت العام الماضي رقما قياسيا وصل الى 22400 مستوطن. يعني هذه سياسه ممنهجه من قبل حكومه الاحتلال ليجعل هذا ويفرض امر واقعا داخل المسجد الاقصى المبارك. نحن ننظر بعين الخطوره لان هذا يجعل الشارع ويجعل الصراع كانه صراع ديني، ويجعل ايضا هذا يريد ان يفرض الاحتلال هذه المعادله في داخل المسجد الاقصى، وكان هذا منظر معتاد في داخل المسجد الاقصى هذه الاقتحامات. القرارات سياسيه بحته في اقتحام مدينه القدس واقتحام المسجد الاقصى، اما الدين فهو وسيله وهو جسر وهو مطيه في نهايه الامر. هؤلاء قوم متعصبون لا يرون الاخرين ولا يريدون ان يكون في هذا المكان اي احد سواهم. ويسعى قادة الحركات المتطرفة لتنظيم أوسع اقتحامات للمسجد الأقصى وزيادة وجودهم والسماح لهم بالصلاة في المسجد وتقديم القرابين وفق طقوس تلمودية وصولا لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. خلال العقدين الماضيين شهدت طوائف المتدينين اليهود انقلابا في العقلية الدينية، فبعد أن كانت تحرم غالبيتها اقتحام الأقصى لأسباب دينية سمحت بدخوله بعد ضغوطات مارسها عليهم قادة المستوطنين والطوائف المتطرفة، فيما حال المسجد الأقصى لا يسر أحدا. من باب الأصباط ضياء حشية، الغد، القدس المحتلة.